هذا ميساج لك المغاربة اللي قاعدين يتهكموا على دولة تونسية. هذه الدولة دولتنا ونحن حري وأحرار. بشكون استدعى وأحلى تحية للدولة الجزائرية والصحراء الغربية، وأحلى تحية لبعض المغاربة المحترمين. أما البقية كبوست ليدين وعندهم أمير المؤمنين بيرع وقنطرة، هذه لا سبيل إليه. وتحبوا تقيموا الفتنة كما حبيتوا تقيموها في الجزائر، حبيتوا تعملوها في تونس. وانتوما كان عندكم الله والملك والدولة، نحن عنا الله وسيد الخلق محمد رسول الله والدولة والوالدين والجمعية وبعض القضية الفلسطينية. واضحة تايبوا عليكم هالفتنة وباش انفعتونا انتوما كي حسيتوا معناتها الدول الإفريقية حبت تعاون حتى على مستوى السياح ولا على مستوى المشاريع الضخمة باش تعاون تنقذ الدولة التونسية اللي انتوما استنفعتوا منها من بعد الثورات اللي صارت الدول العربية. وأول واحدة هي الدولة التونسية، زغليتونا هزيتوا نهبتونا من السياح من الفوسفات من الهم الأزرق على ريوسكم، وزيدوا متبعين وزيدوا متبعين يا بواس ليدي. تحبوا تقصوا العلاقات قصوها باش نحن مستنفعين يا أخي منكم يا أخي. وبارا كملوا هزوا كم جماعة الشرقية وجماعة مجري، واضحة من الأخر وعلى الأخر. وأحلى تحية لشقائنا الجزائريين، وعاشت الدولة الفلسطينية وعاشت الدولة التونسية الأحرار. ما ناش عنا حكم وملك نحن باش نبوسوا ونطبسوا ونركعوا للأشباه. قالوا شنو أمير المؤمنين؟ منين جبت هذية فانا واحد؟ فما أمير المؤمنين مخرطل في باريس ولابس الجين لباس يمخك